على نهاية الحلقة ونأخذ تعليقا على قضية الإفطار الذي قام به الإسلاميون وفي شارع المطار. يعني هذه المرة كان يوم أمس وكان إفطارا وصف بأنه يعني مفاجئ ومخالف، يعني لم تصدر عنه أي معلومة إلا بعد أن انتهى. دعنا نشاهد معا هذه اللقطات من هذا الإفطار، نشاهد. لكن إذا الدولة استمرت بهذا المنوال من التردي والانهيار، نحن كتيار إسلامي حنسجد الدولة وحنسجد مؤسسات الدولة من المفاجئ. وما يفتكروا المواهنين لقد صبرنا صبرا الاستراتيجي تجاه قضايا أن الدولة السودانية إنه نحن ضعيفين، والله نحن ونحن الرياح الهوجاء أبدا ما هتفت في يوم من الأيام. نحن كالجبال الراسيات لا تتأثر بالرياح الهوجاء. إذا بيفتكروا إنه صبر الإسلاميين خلال الفترات السابقة هو ضعف، فليراجعوا هؤلاء الحسابات. كمل يا دول، كمل الصبر، كمل يا دول. الصبر يقول إحنا حنظل حريصين على بلدنا، وحنظل حريصين على وطننا، وحنظل حريصين على أمن مواطننا. لكن هؤلاء العملاء نحن بنقول لهم نحن والله خلاص. ثاني نحن ما حنذكر الترديد كده. تجاوز الحدود، ونحن هنا بنترحم على الشيخ الشهيد الزبير احمد الحسن. إذن كانت هذه بعض التصريحات التي صدرت أثناء هذا الإفطار. كان في مشاهد كثيرة وكان في يعني فيديوهات موثقة تظهر أعداد كبيرة من المفطرين، قدروا بقرابة 1000 شخص. الليلة برضو كان في الدروشاب برضو في إفطار كبير شهيد توافدا، دلالة أن تستمر هذه الإفطارات رغم قرارات لجنة التمكين. شوف يعني دارين نعبر في 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 يعني مقاطع أو تعابير مختلفة منفصلة المشهد ده. خلينا أقول التعبير الأول والتعليق الأول، إنه الإسلاميين بدوا يستثمروا في غباء الحكومة وفي غباء مجموعات السياسية. وما أعني به الغباء إنك أنت عندما لا تقيم وزن لخصمك ده نمرة واحد، وعندما لا تقيم وزن للمحيط الشعبي اللي أنت بتحكمه، عندما تتجاهل هذه الحقائق أنت يصح أن توصف بأنك مصاب بالغباء وقصر النظر. واضح أن الشباب الإسلاميين بيستثمروا في هذا الغباء بشكل جيد وبشكل متسارع، وعارفين يملوا المساحات اللي قاعدة تخليها الحكومة. يعني لما الحكومة تطلع للشعب السوداني بيسيداو، معناتها هي بتخلي مكان في خاطر الشعب السوداني ده، بتخليه وبتتراجع وهم بيملوه. يعني الليلة هم الإسلاميين، أنت الليلة في مسرحيين غير فضيل بدوا يتكلموا، في نجوم مجتمع، ممثلين، فنانين، لعيبة كورة. أنت لو عملت رصد للبرامج الحوارية في رمضان، في رمضان الفائت كان ناس كتار جدا زي دار يرتبطوا بقصة الثورة دي، وإنه هم جزء من الحراك الشعبي. الآن كثير من النجوم قاعدين يتحللوا من هذا الارتباط. فدي مساحات قاعدة تخليها الحكومة بالغباء ده، قاعدين يستثمروا فيها هؤلاء الإسلاميين. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني، دعني أذكرك أنه أنا قلت لك قبل كده هؤلاء الجماعة بيعرفوا يشتغلوا تحت الأرض. واضح أنه الترتيبات لهذه الإفطارات تمت تحت الأرض. أنا على اطلاع على طريقتها، يعني طريقة إرسال الرسائل وطريقة الدعوة وطريقة التكليف بالدعوة وكده، واللي هي حتى أخفيت عن أجهزة الترصد الاستخباراتي والأمني لحكومة حمدوك. الجماعة اللي عندهم قدرة فائقة للعمل تحت الأرض، وجزء منهم كبير اشتغل في العمليات واشتغل في العمل العسكري واشتغل في واجهات حروب، فلديهم القدرة ولديهم الجرأة لهذا العمل. الشيء الثالث برضو، إنه نحن برضو قلنا قبل كده، عندما تحاول أن تضع الإسلاميين تحت الضغط، هم عندهم القدرة انهم يتحركوا، بيلقوا روحهم لما انت تمارس عليهم على عمل تحت الضغط. كل العمل اللي هم بيعملوا فيه الاسلاميين ده هو استجابة لاستفزازات ورد على استفزازات اما وجد صالح في لجنة التمكين او المنصات الاعلامية المنتشرة المحسوبة لصالح الحكومة.
التعليق الرابع هو النتيجة. إذا استمر الصعود الإسلاميين وجرأتهم وبروزهم في الشارع السوداني حنكون أمام واحد من خيارين، إما أن يضيق صدر الحكومة بها وتمارس ضدهم العنف، وبعد أن نصل لهذه المحطة ما بكون معروف القصة اللي تتحسم كيف، هل يتفجر الوضع الداخلي السوداني، وإما يحصل خيار ثاني أنه هذا الحراك الشعبي على مستوى الشارع اللي بيقوموا الإسلاميين يحدث توازن داخل الخارطة السياسية السودانية، ما على مستوى برهان وحمدوك لأنه دي ما عندهم الإرادة، لكن على مستوى الدول الواقفة خلفهم تبحث عن معادلة التوازن داخل المسرح السياسي السوداني. نعم، يعني أختم معك بفقط هذا التعليق. البعض قال يعني الناس ديل هكذا، أنا أقول لك من صفحة بعض الصحف، قال يا أخي الناس الإسلاميين ديل ما نصح أن تصبح أقصى إنجازاتهم أن يعملوا إفطار، يعني بلغة كرة القدم، بلغة كرة القدم أنت لكل ميدان ولكل مباراة ظروفها. أنت عندما تكون مهاجم دي ظروف، وأنت منتصر دي ظروف، وعندما تكون أنت خسران المسرح برضو دي ظروف، والمطلوبات بتختلف. أنت لما تكون دولة مهما كان عملت من نشاط وضخم جدا وإنجاز ضخم جدا ما بيحسب ليك، لأنه أنت ده بيحسب ده رصيد الدولة ما رصيدك أنت مشنود بالدولة. لكن عندما تنتج فعل بتاع التغاء زي ده، الآن لو قلنا لحزب البحث العربي الاشتراكي أدعي 1000 نفر حتى جي من العراق ذاته يعني مع الاعتزال يعني، ولا من سوريا أدعي لي أعمل لك إفطار فيه 1000 شخص، ما بيقدر. لو قلنا لحزب الناصر رمضان الجاي، ما رمضان ده، رمضان الجاي أعمل لك إفطار فيه 1000، يا أخي رمضان البعد الجاي أعمل لك إفطار فيه 1000 نفر. ما هو دي بتبقى المقارنات بين سبها وبظروفها. الإسلاميين الآن في المعارضة وقيادتهم في كوبر، وانت مصادر اموالهم، وانت اي قانون في الدنيا دي ساني ضدهم، وهم هم قادرين يعملوا العمل ده لو انت ما كنت قادر تعمله. انت 30 سنة المعارضه دي ما عملت حاجه داخل السودان فيه 1000 نفر 30 سنة. انا طلعت مظاهرات 95 و2013 و2000 كل القصه انا طلعتها ما بيلم 1000 نفر. الان ده تنظيم موضوع تحت الضغط، مش الضغط الداخلي، موضوع تحت الضغط الإقليمي والضغط الدولي، وهم بهزر معك أسي، هم دي أسي بهزروا معك يعني. هم لما يعملوا إفطاراتهم دي هم فقط بيردوا عليك. فيا أخي الناس تتعقل وما تضع القطاع ده داخل تحت الضغط، لأنه النتائج إما أن تصبح إيجابية جدا تحدث توازن، إما أن تصبح مخيفة للغاية وتحدث انفجار داخلي.